ألف صحة وهنا. ما بدي أعكر لكم مزاجكم بيوم العطلة، بس أنا ما ضل عندي مزاج ولا قدراني أتحمل. ولهيك إجيت لهون شخصياً لحتى حل الموضوع. مو هون المكان اللي منحل فيه الموضوع يا ناصلي. لا لا، بينحل مدام بدك تحلي هالموضوع بأدب. منحله. قلت مو هون يا مريم، مو بين الكل وقدام عيون الأولاد بتنحل هيك قصة. الأولاد لجوا. لطفية انتي خدي الولد وفوتي لجوا. يلا شبكون. طيب ماشي، خليكن. إذا في مشكلة يا أما بتنحل يا أما بتكبر وبتتعقد. عدو خلاص. تفضلي، كلنا عم نسمعك. أغلب يلي قاعدين هون مفكريني عم حاول اخرب بيتكم باللي عم أعمله. أنا كل همي لا أني اخرب بيت حدا
ولا حتى أني أعمل بيت جديد فوق بيت مخروب. لكن شو همك؟ احكي وحدة وحدة خلينا نفهم كلنا. إذا بشي لمكان مع البيبي، مكان فيه كل الناس مجتمعة، ويمكن ماني محبوبة، أو بالأحرى لمكان أنا مكروهة فيه، معناتها همي مانو علاقة بتخصني إلي. من اللي قاعدين هون كم ام في؟ انا ممكن يكون غلطت، بس خلوا اغلاطي على جنب وقولوا لي كامهات، حطوا حالكم مكاني كلكم كام. شو اللي ما كنتوا بتعملوه مشان مستقبل اولادكم؟ مظبوط، أغلب اللي هون أمهات، وكلياتنا حملنا بولادنا وجبناهن من زواجنا، وفي ولاد جايين على الطريق، ما في حدا على هالطاولة عم يتهمه لابنك بشي أو عم بيلومه. مريم، هذا الولد هو ابني كمان، وبيكون أخوهن لولادك. ايه منعرف هالشي، كلنا منعرف، اذا رضينا او ما رضينا هذا الواقع. عهالطاولة قاعدة امي، وعالطاولة التانية قاعدين ولادي، ولو ما كانوا قاعدين كنت بعرف احكي بغير طريقة، بس حاليا احتراما إلهم أنا عم نقي كلماتي كلمة كلمة، وعم حاول أشرح همي بهدوء. كل اللي بدي إياه إنه نازلي تحكي الكلام اللي إجت لهون مشانه، تحكي كل شي بدون لف ودوران، وأنا بوعدكن إني رح كون بطرفة. ومين قال إنكن أنتوا اللي رح تحلوا هاي المشكلة؟ هاي المشكلة مشكلتي أنا، وإذا بدها تنحل أنا بحلها، وبالوقت يلي بختاره أنا اللي بدي حلها. أنت لا عم تحل المشكلة ولا حتى ناوي، وطول ما أنت ما بدك تحل هاي المشكلة، ابني مو معروف وين رح يعيش ولا كيف رح يعيش ولا حتى وين بده يعيش. أنا مشان هيك إجيت لعندك، إذا أنت ما بدك تحل هاي القصة منحلها أنا ومريم، وخلي كل اللي قاعدين هون يشهدوا.